السلام عليكم طلاب الصف الثاني خلونا نفتح كتاب الاكتيفيتي بوك كتاب النشاط او كتاب التمارين لليونت نمبر 4 الوحده الرابعه تحديدا الصفحه نمبر 10 بيج 10 الصفحه العاشره في عندنا هنا ثلاث كلمات lives yes were بدنا نوزعها على الفراغات لكن قبل هيك في عندنا هون كلمات مهمه للحفظ يعني هاي الكلمات إذا حفظناها قبل ما نبلش في التمارين فراح نحل تمارين هاي الصفحه ان شاء الله بشكل اسهل وراح يكون في فائده وبحيث لو جاءت هاي التمارين في امتحان في المستقبل ان شاء الله راح تحلوها بشكل صحيح. خليني بس بالاول اقرا الكلمات وانت تعيد وراي. live يعيش. live where where اين؟ park park متنزه. Saturday Saturday except Thursday Thursday الخميس Friday Friday الجمعه shop shop متجر visit visit يزور المطلوب منكم الان انه توقف الفيديو بعد ما توقفوا الفيديو تكتبوا هاي الكلمات على الدفتر مثل كانكم في المدرسه لما تنقلوا يلا على اللوح اعتبروا هذا اللوح وانقلوا هذه الكلمات على الدفتر وبعد ما تنقلوها احفظوها يعني اقض دقيقتين ثلاث وانتوا تحفظوا فيها بعد ما تحفظوها ارجعوا تابعوا هذا الفيديو حتى ان شاء الله تفهموا كل شيء فيه طيب الان احنا راح نتابع التمارين امل انكم اوقفتوا الفيديو وكتبتوا هاي الكلمات وحفظتوها حتى تكون الفائده حقيقيه مش بس انكم تتفرجوا على فيديو الآن المطلوب عندنا في عندنا ثلاث pictures ثلاث صور في تحت كل واحدة عبارة عن جملة هاي الجملة ينقصها كلمة الكلمات بنأخذهم من هون lives أو yes أو where مثل ما احنا شايفين خلينا نبدأ بسم الله is it a park عيد is it a park يعني هل تعرفوا ايش معناتها is it a park هل هي متنزه هل هذا متنزه طبعا يس ات از يس ات از اذا استخدمنا احنا كلمه yes. ناتي الى picture 2 وير داز ليلى ليف إذا حفظتوا هاي الكلمات المفروض عارفين شو معنات وير داز ليلى ليف، هل بتقدروا تترجموا لي إياها الآن؟ إذا كانت ترجمتكم أين تعيش عفواً أين تعيش ليلى فترجمتكم صحيحة. انتبهوا does ما إلها معنى لأنها إجت بعد أداة سؤال بعد وين. طيب أين تعيش ليلى؟ الجواب she هي فراغ إن مادبا. تتوقعوا إيش راح يكون الجواب هون؟ إيش راح الكلمة اللي نستخدمها هون؟ إذا حكيتوا lives she خلينا نكتب English lives فبيكون جوابكم صحيح. لانه ليف معناها يعيش طبعا بتوقع انه البعض ينتبه لامر انه هون ليف معناها يعيش ممكن البعض يعني يحكي ليف يعيش ليش هون حطيناها ليفز ليش ضفنا هاي الاس ضفناها لانه الفاعل مفرد شي هي اذا خلاص لانه الفاعل مفرد بنضيف الاس للفعل فبصير ليفز طيب ناتي الى هنا هون الصوره الثالثه في عندي صوره عمان في عندي هون فراغ كلمه بعدين does your grandpa live يا ترى انتم فاهمين السؤال ايش ممكن السؤال بيحكي بالعربي السؤال بيحكي انه your grandpa يعني جدك live يعيش جدك يعيش ولاحظوا في عندي هون أداة سؤال عفوا علامة استفهام يعني هذا سؤال إذا هون راح يكون أين يعيش جدك كيف نحكي أين ما معنى أين Where طبعا اول حرف كابيتال لانه بدايه الجمله فصار عندي where does your grandpa live طبعا does ما لها معنى مثل ما حكينا لانها اجت بعد اداه سؤال فبالdoes ما بنحاول نترجمها اوكي الان ناتي الى التمرين يلي بعديه اوكي التمرين اللي بعديه هنا بيحكي لنا look انظر يعني ننظر للصور هاي طيب circle and say نضع دائرة ونقول هون في عندنا three pictures ثلاث صور كل صورة مأخوذة في يوم يعني يوم Thursday إذا حافظين هاي الكلمات فعارفين أنتو Thursday إيش يعني Thursday يعني الخميس يوم الخميس إيش صار هون في عندنا أنا بشوف ناس رايحين يتسوقوا بالشوب في المتجر صحيح بينما في يوم الفرايدي أنا شايف واحد بيقرأ كتاب يعني he is reading a book طيب تمام يوم الساترداي انا شايف انه في ناس زايرين ناس فيما يظهر طيب تمام الان خلينا نقرا الجمله الاولى، الجمله الاولى بتحكي on Thursday on Thursday اذا بتحكي عن هاي الصوره on Thursday I help my grandmother هل بتعرف ايش يعني I help my grandmother؟ اتوقع عرفتوا انه انا اساعد جدتي. طيب هاي الصورة يوم الخميس هل احنا شايفين انه في شخص بيساعد جدته؟ بتصور انه لا. فبالتالي احنا راح نختار ايش؟ الاكس نو no. خطأ ليس كذلك. طيب خلونا نكمل. 2 on Friday في يوم الجمعة. اذا احنا بنحكي عن هاي الصورة يوم الجمعة. في واحد بيقرأ. I go to the shops with my mom. إيش رأيكم؟ هي صح ولا خطأ؟ أول شيء هل أنتم فاهمين الجملة؟ إذا فاهمينها أوقف الفيديو أحكم معناها بالعربي وبعدين تابعوا الفيديو. إذا كانت ترجمتكم أنه في يوم الجمعة أنا أذهب إلى المتاجر مع أمي، الترجمة صحيحة، لكن لاحظوا أنه في يوم الجمعة هذا الشخص ما بيروح على المتاجر مع أمه انما بيقرا فعشان هيك هاي الجمله الحقيقه غير صحيحه بالنسبه للصوره الان خلينا نذهب للصوره الثالثه احنا هون في عندنا ناس بيزوروا ناس ثانيين ف on saturday هاي يوم الساتردي I visit my uncle, aunt, and cousin. هل فاهمين الجملة هاي؟ إذا فاهمين أوقف الفيديو وترجموها بعدين ارجعوا وكملوا. امل انها ترجمتكم كانت انه في يوم السبت انا فيزت ايش معنى فيزت هي يزور انا ازور عمي عمتي وابن عمي او ابنه عمي فبالتالي الجواب مثل ما احنا شايفين بالنسبه للصوره صحيح نعم في ناس بيزوروا ناس فبالتالي نختار صح اذا حابين تشوفوا الفيديوهات الجايه لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ولا تنسوا تعملوا اعجاب في هذا الفيديو وتشاركوه مع الاخرين حتى ان شاء الله الكل يستفيد السلام عليكم ورحمه الله